خويا هذا المحل قديم وعنده الضلة قديمة وكيصوب هذا السيد كيصلق شي حاجة والبناية قدام وقيل البارح بالليل هذا الشيء اللي سمعت الأخبار ديالو طاحت عليهم ديك الضلة وقيل يكونوا جوج ولا ثلاثة راه دابا باقي تحت الدمير راه ميتين جاو دابا البومبية باش يجبدوهم وهذا الشيء اللي واقع دابا هذا السيد محال واش عنده الرخصة ولا ما عندوش راه دخلوا البوليس ودخل الشيف ديال الوقاية المدنية راه باقيين في الإجراءات وباقيين الوقاية المدنية كتحفر باش يعرفوا العدد ديال الضحايا واش جوج ولا ثلاثة. أول مرة كيوقع هذا الشيء؟ أول مرة وقع في ضربهم البارحة السيد مات في العشية قالوا هذا الشيء أول خطرة كنسمعوا هذه الهضرة وهذا المحل راه ديال اليهودي هذا.